مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعمل وتصم. وإن مما يقلق المصلحين في مختلف الفنون ما نراه في هذا الزمان الذي نعيشه من عزوف الرجال والنساء عن النكاح، وقد يكون ذلك في أول الأمر اختيارا ثم يكون اضطرارا. فمما يقلق أن نرى كثيرا من الرجال والنساء يعزفون عن النكاح في أول الأمر بشتى الأسباب، مثل إكمال الدراسة للمرأة، ومثل يعني الاشتغال بالعمل في أول الأمر ونحو ذلك، ثم قد يكون الأمر اضطرارا فيكون الرجل إذا تقدم به السن لا يجد امرأة تلائمه تقبله، أو قد يكون ألف العزوبة فيثقل عليه أن يتزوج. والمرأة إذا تقدم بها السن قد لا تجد رجلا يلائمها فتصبح عانسا غير ذات زوج، وهذا في حقيقة الأمر مما يقلق المصلحين.